هو واخد عقلي ومش عارف اذاكر اعمل ايه؟ لا ما تعمليش حاجه، الدكتور هو اللي هيعمل، هياخدك الدور الثاني انت وهو. مش عايز اقول لك هيعمل ايه. هو انا بدرس ماده كاريزما، يعني كل ما تيجي تقول لها مالك تقول لي ماليش، طب المك ما تلمنيش، طب فيكي ايه؟ ما فيش. ما انت لو مهتم من اول السنه وكنت ذاكر كنت عرفت يا موكوس. كان جاي عريس لاختي، دخلت سلمت عليه هو وباباه وجوزتهم. حبيب قلب انت العريس؟ اه حبيب. لا انا مش العروسه، انا اختها. ايه ده بجد؟ هجيب لك العروسه بقى تبوسك. وماما ماما ماما عريس صالونات، مامته وهي بتسلم عليا جت جنب ودني. على فكره بقى انتي فرصه فرصه، ابني هيتدلع. طنط وانا هتجوز مين فيكم بس؟ معلش عادي يا حبيبي. واحد ليه اداب؟ اه الواحد كان كل ما يتضايق من المذاكره بس يروح عند الكليه دي عشان حاجه واحده بتاخد قلبي. بص الرساله دي، انا مش بحبه بس لما بنشوف بعض بالغلط قلبي بيرتجف، هرمون الادرينالين بيعلى وبفرح قوي انه وصل. اه الاستعباط مود اون. هتتخزوقي يخرب بيتك. كليه ايه؟ انا في كليه اول ما دخلت قلت دي بتعتمد على الفهم، انا هبقى تمام، انا ما بحفظش انا بفهم. بس بعد ما دخلتها اكتشفت ان انا ولا بعرف احفظ ولا بعرف افهم. صباح الخير. في بنت قابلتني في الشارع من كام يوم كده فبتقول لي احمد انا بعت لك في الاسك قبل كده وقلت لك انا حبيبي يحبني جدا وعمره ما هيسيبني، وقلت لي انت هتتخزوقي. فانا حابب اطمنك انت كمان ان انت هتتخزوقي. ببقى قاعد معاهم على القهوه وبسمع حواراتهم وكلامهم، فانتوا كلكم هتتخزوقوا. يا جماعه هو احنا قصرنا معاكم في حاجه؟ يعني واحده معاكي في السنتر وتحطي ده على كتفك وتعض على شفافه؟ حلويتي في ايه؟ في ايه مالك؟ يا رب تكون صاحبتك البست وما عندهاش اي نيه لاي حاجه تانية. بقى نبذه عن هرمونات الانثى عموما، تمام؟ اللي هي انا عايز اعيط، مصنوع في الفاينل، تشوف واحد على فكره انت عاجبني بحبك. هو انا عندي سؤال، ليه دايما بناخد كلمه زجوف ان هي كلمه غلط؟ يعني ابقى قاعد مع صحابي والله يا جدعان ما جيتش امبارح بس كان عندي زجوف. زجوف وكانت عندك امبارح بس مش خمس ايام. عم عادل نزل سليم يافا باللبن حبيبي. ايه يا ابن شكاير الكوميديا مالك؟ عارف لما تبقى عايز تذاكر بس انت مش قادر تذاكر، بس انت عايز تنجح بس في نفس الوقت ما عندكش مقدره ان انت تنجح، فانت خايف تسقط بس انت مش عايز تسقط. عارف الساعه 2 الفجر قبل الماده بيوم. المذاكره مع خطيبي بتخليني اجيب تقدير فعلا. انا عايز اخطب، تعال انا عايز اخطب، تعال مش عايزك انت، انا عايز انثى تانية، عايز انثى تانية. انت عارف عارفه لو خطبتيني والله هجيب تقدير. عارفه بقى لو جواز ماجستير بقى واوعى على الامتياز. انا هقعد جنبك وانت مش عايزك انت. مش متقدم لي، بابا بيقول لي لا مش موافق، استني ندرس شخصيته. يعني انت حاج حفلات ام كلثوم كنت بتروح تحضرها وما رضيتش تشتري الارض ام 3 و5 جنيه وجاي على ده تدرس شخصيته وتتأنى في قراراتك؟ يا عم ما توافق يا عم، يا عم فرصه ما بتجيش كل يوم يا عم. قرب تقرب من البؤس لعل الهمزه تقع. البؤس؟ اه ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا رب الهمزه تقع، انا راضي باي حاجه. ده لما تجراش على واحده كيرفي يا اللي سايق قلبي بعنادك، ده انا ليلي طالف بعادك، احلى مسا على فخادك ولا دايكه من الفخاد ما يستحق المسا والفخاد اللي على حق ما تقولش للمسا لا لا بس خلاص احلى مسا على فخادك. جميل بقول لك سيبك انت من الفاينل والقرف، انا نفسي افضفض في حضنه قوي. اتقي الله اتقي الله عشان احنا داخلين الفاينل بدعاء الوالدين اصلا. اختاه احذري. انا نفسي افضفض في حضنها قوي يا مني والله. ده احمد اللي بعت رساله بيقول بحب ثلاثه بس عايز اظبط على واحده بس خايف اسيب الاثنين التانيين. حطهم ويتنج، قول لها معلش بس عندي مشاكل في الكليه، مشاكل في الشغل. ايه ما بتعرفش تكذب؟ ايه يا اسطى ده انت احمد، دي مصاحبها، دي مرتبط بيها، دي قلبي، دي كتفي كده. احمد خطيبي بيقعد يذاكر لي وهو في كليه ثانيه ومن ساعتها بجيب جيد جدا. اتخطبوا يا جماعه. طب وانا مين هيذاكر لي؟ انا هذاكر لمين؟ انا عرفت ما بجيبش، انا بجيب مقبول يعني. هو ماما انا عايز حد يذاكر لي.